نزل أو حال بسد بوحنيفية، نسبة تقدم الأشغال هي 44%، أين التزم سيد المدير العام بالتسريع في وتيرة الأشغال. أما فيما يخص معالجة سد شرفة، أين الأشغال هي متقدمة بنسبة متواضعة. أما فيما يخص المحطة معالجة المياه، أين التزمت ممثل مديرة العامة للديوان الوطني باستلام المشروع قبل نهاية السنة. القناة الربط بين السد بوحنيفية والسد فرقو، الأشغال متقدمة بنسبة 29%. أما فيما يخص إتمام الأشغال الخزان المائي تاع السيق 15,000 متر مكعب ورأس عميروس 6,000 متر مكعب، حيث أن تم فسخ الصفقة مع مؤسسة إتراج بي، وتم إيداع دفتر الشروط للمصادقة عليه والإعلان عن المناقصة.